تايجر وسايتر. طب بما انك اكتر واحد عارف فريده، تفتكر هي ورا اللي حصل؟ قصدك ان هي اللي رمت السلسله في العربيه ولا انها قتلت لينا الاثنين؟ ماشي، استنى نشوف المحكمه هتعمل ايه. بس لو عمرو طلع مش هيطلع، وحكم الاعدام هيتنفذ يا في عمرو يا في نهر. كذب المنجمون ولو صدق. حرام عليك ما تقولش عليها كده، دي ست بتاعت ربنا. طب دي عليها قرايه فنجان. كلكم هتدفعوا ثمن تقطيعكم في بيت البنت دي، وانت بالذات هتدفعي الثمن غالي قوي. ما دام البنت اي بي والام اي، يبقى لازم الاب يبقى بي او اي بي. انت عارفه الكلام اللي بتقوليه ده معناه ايه؟ معناه ان لينا مش بنت جمال الشربيني. ايه ده؟ امال فين الوصولات؟ لما تقول لي يا خالد بيه، ده اللي عرفك ان هم مش هيبقوا على طريق الاسماعيليه؟ وايه اللي خلاك تغير رايك فجاه كده؟ احنا محتاجينك يا ابني. لا لا يا اما، مش بعد اللي اتعمل فيا، مش رجعتني للشقاوة؟ تقابل بقى. طب وبنتك يا محسن؟ بنتك هقول لها ايه؟ بنتي مش هتعيش في النظافه طول ما امها لسه عايشه، اوعي بقى. استنى بس، استنى يا ولد. عاوز اركب تليفون خالد حسني من النهارده دلوقتي، عايز اعرف بيكلم مين وامتى وبيتكلموا في ايه. انت اتجننت؟ ده واحد واسمعني. اسمعني انت، انت عارف انت بتقول ايه؟ عارف بتطلب مني ايه؟ انا مش خايف منك يا رزق، بالعكس انا مستنيك. مين قال لك اني هردها لك انت؟ لا، هردها لاعز الناس عنك. بالسلامه يا خالد باشا.